Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Ina. أعزائي المتابعين, أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم لدينا ملخص المقطع الثالث من المشروع الأول تلميذ السنة الثالثة ابتدائي على شكل تمارين. إذن فلنبدأ على بركة الله. التمرين الأول يقول J'entoure tous les O en vert et tous les U en rouge. يعني أحيط الحرف O بالأخضر والحرف U بالأحمر. إذن لدينا هنا الحرف O J'entoure en vert. لدينا كذلك الحرف O O O O و O. الحرف U الآن U U U. الحرف U كذلك U. أخيرا الحرف U majuscule l'écriture cursive. التمرين الثاني J'entoure quand j'entends O. لدينا هنا cheval cheval. لم نسمع الحرف O. هنا لدينا bateau bateau. دونك سمعنا الحرف O. arbre arbre. لا يوجد الحرف O. crocodile crocodile. لدينا الحرف O. ثم orange orange. كذلك لدينا الحرف O. أخيرا moto. لدينا كذلك الحرف O moto. التمرين الموالي Je colorerai quand j'entends U. ألون عندما أسمع الحرف U. لدينا voiture voiture. لدينا الحرف U donc je colorerai. robot robot. ليس لدينا الحرف U. jupe jupe. لدينا الحرف U. pluie pluie. ليس لدينا الحرف U. ثم moto كذلك ليس لدينا الحرف U. أخيرا bonnet. ليس لدينا الحرف U. التمرين الموالي complete par ro mo tu nu. إذا نكمل بهذه لي سيلاب المقاطع. الكلمة الأولى لدينا هنا une moto l'écriture script بكتابة الكتاب. المطلوب هو تكملة هذه الكلمات المكتوبة بكتابة الكراس بهذه المقاطع. donc une très bien moto une moto une الآن une tulip donc tu tulip. un nuage un nuage donc nu. ثم un robot ro un robot. التمرين الموالي je relie les wagons et je forme le mot. المطلوب هنا هو ربط هذه القاطرات لكي تحصل على الكلمات. دونك لدينا هنا une robe donc robe robe. نكتب une robe. ثم un yo-yo un yo yo. une très bien. لدينا une lune une lune. ثم اخيرا un très bien un nuage un nuage. هنا هذا التمرين يخص ليكريتور يخص الكتابة. دونك او ماجيسكول نصعد بثلاث خطوط او مينيسكول او ماجيسكول ثلاث خطوط ثم او مينيسكول نصعد فقط بخط واحد. لدينا هنا مو نو
مو نو. لدينا أخيرا الكلمة أو ماغ أو ماغ. إذن قلنا بأن أو و أو سون دي فويل، سون دي فويل حروف متحركة. الآن ننتقل إلى الحرفين أغ و أل، سون دي كونسون، دي كونسون حروف ساكنة. دونك جونتور تو لي أغ أون روج et tous les L en vert. Donc R en rouge. R R R Al harf R كذلك. R majuscule R minuscule R. Thumma al harf L en vert. L L L L L كذلك L majuscule L. التمرين موالي je colorerai le dessin si j'entends L. ولون الرسم عندما أسمع الحرف L. لأن هنا fleur fleur je colorerai. Livre livre je colorerai. ثم fraise ليس لدينا الحرف L. Lapin la lapin je colorerai. Robe ليس لدينا الحرف L. ثم je mets une croix où j'entends le son L. أضع العلامة X عندما أسمع الحرف L. Donc le premier mot هو étoile. Étoile donc لنا هنا le son L. Igloo igloo لدينا le son L. Pluie pluie المطر لنا هنا le son L. Lapin la lapin. ثم أخيرا cheval cheval نضع العلامة X. J'écris à la place des points li la al le. نضع في مكان هذه النقاط هذه لي سيلاب. دونك لدينا هنا في الصورة on voit un che très bien un cheval un cheval un ماذا c'est un très bien un livre ثم une table très bien une table. أخيرا on voit sur l'image un lapin un lapin. ثم j'écris la syllabe qui manque. أكتب المقطع الذي ينقص. لدينا هنا dans l'image une très bien lune القمر une lune. ثم une étoile une étoile نجمة. Je fais correspondre la syllabe avec le mot. هنا يعني نربط المقاطع مع الكلمة المناسبة. لدينا هنا لا سيلاب غو نبحث عنها في هذه الكلمات. نجد غو في الكلمة تري بيان في الكلمة غوب. الآن أغ أغ نجده في الكلمة تري بيان ماردي. ثم أغ في الكلمة سبور. ري في الكلمة إكخي. ثم ريسيت. التمرين الموالي جونتور لا سيلاب. لا سيلاب هنا هي غا. دونك في هذه الكلمة لدينا اون غام غا. لو برا غا. ثم اون سوري ري. لو ريدو دونك ري. الآن لا سيلاب رو لا رو. Une ruche, rue. Un lasso, la syllabe c'est la, donc la. Thumma, le matelas, la. Lit, la limonade. Un lit. Thumma, l'eau colorée, l'eau. Un vélo, l'eau.
التمرين الموالي جاسوسي لي سيلاب جو فورم دي مو، يعني اربط المقاطع وشكل كلمات. لدينا هنا ليماج دو تري بيان دان درابو، دونك ان درابو، ثم ليماج سي تري بيان ان مارتو، دونك ان مارتو. لا تري بيان سي لا راديو، راديو. ثم لدينا هنا ليماج دون روب، دونك روب، اون روب. التمرين الموالي جو كومبليت بار ري تور را، لدينا نفس الشيء هنا دي زيماج، دونك اون سو تري بيان اون سوري، ثم اون جي اون جيراف. أخيرا لدينا اون تورتو، اون تورتو. التمرين الأخير جي سيبار لي مو جو روكوبي لا فراس، لأن هنا كلمات ملتصقة، المطلوب هو أن نكتب الجملة بشكل صحيح. دونك لأن هنا او ما غ، دونك أومار هي الكلمة الأولى، أم أم، دونك الكلمة الثانية هي أم، ثم آخر كلمة هي ليغ، أومار أم ليغ، عمر يحب القراءة. فوالا، إذا كان هذا فيديو اليوم، كانت هذه تمارين تخص المقطع الثالث، تساعد التلميذ على تعلم الحروف أو أو وإل وإر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، أن الفيديو قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو جديد بحول الله، أشكركم على متابعتكم والسلام عليكم.